إلى الشرق من مدينة عجلون، حيث الحياة تعبق بالأصالة والتراث والتاريخ، تقع بلدة عنجرة. وإن تعددت الأسباب وراء تسمية هذه المدينة، إلا أن عنجرة محفورة في قلوب أبنائها الذين يصحون لطلب الرزق مع ميلاد خيوط الشمس الأولى. نحن الآن واقفون على جبل أم الدرج وأعلى منطقة، وتطل على منطقة عنجرة ومدينة عنجرة وقلعة عجلون وبعض المناطق والمواقع السياحية والأثرية في المحافظة. سميت عنجرة بهذا الاسم لكثرة العيون الجارية فيها، وتعني كلمة عنجرة من اللغة السريانية عين، وجرى من اللغة السريانية وتعني الجارية، أي كثرة العيون للمياه الجارية في عنجرة. السكان في هذه البلدة، ونظرا لبعدها عن المدن وطبيعتها الخلابة، اتخذوا من النشاط الزراعي والعمل في تربية الحيوانات نهج حياة. عنجرة تحيط بها كم هائل من الغابات الجميلة، وهي مواقع سياحية، وكل شجرة في حراج عنجرة إنما هي تمثل فندق 5 نجوم إذا ما أعدت البنية التحتية. والطرق الزراعية في عنجرة يمكن أن تكون طرق زراعية وسياحية في آن واحد. تشتهر عنجرة سابقا كانت تشتهر في زراعة في الزراعات الحقلية، وإنما تطور الأمر حاليا تشتهر في زراعة الزيتون والكروم واللوزيات، وهي تنتج من أفضل أنواع زيت الزيتون. تاريخ المدينة، وبعد دراسات ومكتشفات بحثت في كنيسة سيدة الجبل كواحدة من المعالم التاريخية الدينية، وضعتها مؤسسة الفاتيكان على خريطة الحج المسيحي الذي يؤكد قداسة هذه الأرض وطهرها. على يوم سيدنا يسوع المسيح، بحسب التقليد الكنسي وبحسب الأناجيل، أن المسيح مر من عنجرة وقعد فيها فترة، ولما يجي عنجرة يجي هو وأمه مريم العذراء، عشان كده الكنيسة واخدة اسم سيدة الجبل. لما كان بيود المسيح والعذراء على قمة جبال عنجرة هنا، كانوا بيشوفوا الناحية التانية من الضفة، سيدة الجبل مريم سيدة الجبل. عندنا حاجة كمان مهمة، لما يجي البابا يوحنا بولس الثاني على الأردن، الفاتيكان أعلن 5 أماكن للحج المسيحي، اللي هم عنجرة، ماري الياس قريب مننا، المغطس، مكاور، وجبل نيبو. دايما عندنا ناس بيجوا يزوروا بيحجوا بيصلوا عند العذراء مريم، وكمان الحج المسيحي بيكون ثالث جمعة من شهر 6 كل سنة. احنا حاليا جوا المزار، جوا كنيسة سيدة الجبل، المزار الخاص بالعذراء مريم اللي بيكون فيه الحج المسيحي. في المزار موجود تمثال لسيدتنا مريم العذراء، واخد شكل قلب مريم الطاهر. التمثال ده عمره تقريبا 200 سنة، اتصنع في إيطاليا، ومن إيطاليا يجي على الضفة على فلسطين، ومن فلسطين يجي على عندنا على عنجرة. دايما لما الناس بتيجي دايما بتيجي تصلي هون عند العذراء مريم دايما، وناس كتير بتيجي هون تتشفع وتطلب إن ربنا يساعدهم عن طريق وساطة العذراء مريم في إن هم يحصلوا على بعض النعم اللي ممكن يكونوا بيطلبوها ومحتاجينهم في حياتهم اليومية. في عنجرة الأهل هنا يلتقون على المحبة والألفة والعلاقة الأخوية دون النظر إلى دين أو عرق أو نسب. العيش المسيحي الإسلامي ليس بالجديد، وإنما إذا قرأنا التاريخ نعود إلى بداية الدعوة الإسلامية، وسيدنا محمد أول من آمن به خديجة بنت خويلد، وأبوها من أكبر أحبار النصارى، وهو من آمن بالرسول وقال إذا بقيت حيا حتى يخرجوك قومك فسأنصرك. 2، المسلمين في بدايات العهد الإسلامي ذهبوا إلى الملك المسيحي النجاشي الملك العادل وأحمى المسلمين، ومن هنالك بدأ العيش المسيحي الإسلامي. نحن امتداد للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، والمسيحيين عندنا هم امتداد للنجاشي، والعيش المسيحي الإسلامي منذ ذلك الزمن موجود. نحن نتشارك، نحن وأخواننا المسيحيين، في مناسباتنا في الأفراح وفي الأتراح وفي كل المناسبات، حتى في لقاءاتنا الاجتماعية معظمها نعقدها في دواوين المسلمين وفي قاعة هذه الكنيسة وكنيسة الروم التي على قرب مننا.